السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ شو تسوون؟ ياكم حمور راجع لكم فيديو جديد من فورتنايت. جدا متحمس حق فكره مقطع اليوم وتحدي اليوم. مثل ما تشوفون لابس رياضه لستر سيتي، ما عليكم الفريق وعندنا كره هني. ايش السالفه؟ تحدينا اليوم باختصار يا جماعه في جيمز يعطيهم العافيه فورتنايت اعطونا سكنات كره القدم اللي هي كانت حق بطولات بيلي. ادرنا السكنات انتم الحين بتشوفون مقطع وهم نزلوا في الايتم شوب، بس انا حصلتهم قبل ما ينزلون في الايتم شوب ففكرت اسوي عنهم مقطع. باختصار يا جماعه مثل ما تشوفون انتم الايتم شوب صار في عندنا 10 شخصيات وكل شخصيه لها 20 او 24 فريق، الافرقه اللي كانت متعاونه مع فورتنايت. فكل واحد يقول لي احلى فريق بالنسبه له في اللعبه، مو بالصج احلى طاقم في اللعبه. احنا بناخذ اليوفي، بناخذ الشخصيه اللي تشبه كريستيانو، بنسوي تحدي اليوم. فكره تحدي اليوم يا جماعه بناخذ السكن اللي يشبه كريستيانو رونالدو وبنحط طقم اليوفي، بعدين بنروح في رقصه خاصه لهم اللي هي واحد يسوي مهارات بالكره كذي، بناخذ ذي الرقصه وكل ما نقتل احد لازم نسوي الرقصه في اللعبه وفي الصج، يعني بحاول اسوي مهارات في الصج. فبيكون تحدي وايد صعب لان لازم اقتل واسوي مهاره اقتل واسوي مهاره. فباذن الله يكون تحدي حلو. فاتمنىكم تضغطون زر اللايك يا جماعه، واذا ما كنتم مشتركين اشتركوا واعطوني تحدياتكم حق المقاطع الجايه، ولا تنسون كود الايتم شوب HMWD حمول. اكون جدا شاكر لكم. ويكم طلع سريع على السكنات واحنا رايحين حق اول جيم. مثل ما تشوفون يا جماعه عندنا هاي سكن البنت وهاي سكن البنت الثانيه، وطبعا الشخصيات كلهم شخصيات جدد احنا مو متعودين عليهم. هاي طاقم اشبيليا شالكا، طبعا الطاقم نفسه او الشخصيه نفسها فيها كل الافرقه، تشوف الشخصيه اللي تناسبك وتشتريها. يعني انا ما قصروا اعطونا اياهم كلهم، ضبطوا لنا في جيمز، شكرا في جيمز. هاي الشخصيه اللي تشبه كريستيانو رونالدو وانا حاطه طاقم اليوفي. هذه جوردن بس مو جوردن الاصلي. بعد حلو السكن ذي، تحسها صج لاعبين كرات، شخصيات حلو انهم تحسهم صج لاعبين كره ومعرقين يعني. هاي بعد حلو السكن. المهم هاي واش شخصيه كريستيانو، وهاي الفرقه موجوده في كل الشخصيات، فانت تقدر تاخذ الشخصيه اللي تبيها وتختار الفريق اللي تبيه. انا عن نفسي مثل ما قلت لكم بناخذ اليوفي، مع انه في وايد الوان حلوه، حتى طقم الانتر حلو اذا ما خاب ظني. يب طقم الانتر بعد حلو. عندنا ذي في الدوري الامريكي، فالاطقم كلها حلوه. شوف الطقم اللي يناسبك والسكن اللي يناسبك، لا تنسى اهم شيء كودي. المهم ليتس جو حق اول جيم. زين انا ما بجرب الحين اسوي شيء، بسويه صج لما اذبح احد عشان نعيش نجرب الشيء مع بعض، او يعني انصدم صراحه لان ما اعرف شلون بيكون الوضع. عيونكم هذا هدفه. انا لازم اقط السماعه واقط الكنترولر واسوي مهاره وارجع واي شيء، فبيكون تحدي وايد صعب. يا سلام كريستيانو رونالدو. يلا زين ننزل، وين ننزل وين ننزل؟ المفروض يكون في ملعب. اوكي بعامل دي الشيء معامله الملعب وبنزل هني. اوه بنزل بليزنت بارك، بليزنت بليزنت فيها ملعب. ليتس جو يا رب يكون في وايد ناس. يلا مشينا مشينا مشينا. تعال خذ، قاعد طقطق علي. ها قاعد طقطق علي. لا بس تعال لازم اسوي الحركه، نسيت نسيت. شيل دي شيل دي سريع. ما ادري شنو المهاره اللي بسويها هني. اوكي يا سلام. اوكي اوكي يلا يلا. رونالدو رونالدو شبالو شبالو شبالو. يلا شاب يلا اسكت اسكت. بليزنت اجين بليزنت اجين. يلا كريستيانو يا سلام. لا 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 ما بيتك، لا تحكيني ما يفيدني في ولا شيء. ليتس جو سوي الحركة. وين الكنترول؟ الكنترول وين الكرة؟ خل احاول اسويها ذي. والله ما ادري شو اسويها. خلاص انا اسوي هذه. تعتبر مهارة اي شيء اي شيء يا شباب. اهم شيء يسوي حركة بالكرة. الو ام ايه ايه لازم اسوي المهارة. وين الكرة؟ ما قاعد اشوف شلون اسويها، بس خلوني اسويها واحاول اسوي مهارة ثانية. اوكي ضبطت الا شوي، عرفتوها حركة رونالدينهو. والله ما ادري حركة مين بس بسرعة. والله ما ودي سيء. كوا 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 كوا. اوح ام وين 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 وين؟ والله وين؟ بستل احسن ايمه. موووووت! اخيرا؟ اوه لازم اسوي الحركه. يا رب ما في حد. ايش تسوي الرقصه؟ لو ايش طقيت؟ وين الكره؟ وين الكره؟ اوه نسيت هني. بحاول اكل كل العشره. اثنين اربع خمس ست
تسع عشر. ما في احد. والله انتم طيبين. خلينا نرجع داخل بس نهيل. والله شيء متعب، شيء متعب والله. اشو انه ما في احد قاعد يرم عليه بنفس الوقت، لو قاعد يبشوني بنفس الوقت والله بيكون مشكله عوده. صار حر والله يا جماعه. هم يعني ما قاعد اتحرك وايد بس شوي. والله خوفي يا جماعه ان اطب في اثنين مع بعض، بتورط والله بتورط. لازم اصير ذكي بالفايت، لازم اخلي واحد فنش واحد حق بطبع الثاني، ولازم ما اخلي احد يرم علي في نفس الوقت في احد ثاني يرم علي، لان بتورط اذا ذبحت احد. ادري ما فهمتوا يعني، بس او فهمتوا فهمتوا قصدي صح، عشان ما ادش فايتين ورا بعض وانا لازم اسوي الرايك صح. اوكي اوكي اوكي، هاي القارب ما كان هني من ساعه. في احد جاي، في احد جاي، في احد جاي. ووو ليتس جو. وصح لازم اسوي مهاره. الحمد لله ماي كرات. بحاول اوقف هاي الركبتي. ها اشهد بسم الله. لا قاعدين بعيد والله يا جماعه. تنحسب مهارة، تنحسب مهارة. ما توقف، ما توقف، صعبة يا جماعة. اروح الجيم بس. اوف 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 اوف. شلوت الاسطوري ذي. والله لوت اسطوري صح. كاني انا حركت الكاميرا ولا؟ باقي خمسة بالجيم، باقي خمسة بالجيم، لازم اركز. اخ والله الزون مكانها خايس. مشكلة اذا ذبحت الحين بتورط ترى. ما بذبح احد، ما بذبح احد. لازم ارقص في الزون بعدين. ما بذبح احد. تكفى لا 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 لا. اي ما بذبحك، ما بذبحك. خلاص خلاص خلاص، ابقى عني بليز، ابقى عني بليز. لا 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 لا. ابقى 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 ابقى. روح بعيد وتربص عليهم من بعيد. من جريب ما ينفع فايتات، من جريب ما ينفع. يا الله انا مو في الزون، انا مو في الزون، انا مو في الزون. لا ابي بوتات هني. سو مهارة، سو مهارة سريع، سو مهارة سريع. وين كرة بعد؟ لا لا بكسر ستة، بكسر ستة. أنا قاعد أسوي هوا. شوف 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 دي الحركة. ماري صار، ماري صار، طيحت شوي. ماري شنو طاح؟ بسرعة الزون. لو. لا انا سويت والله بهيت، نسيت الزون. لازم ارش فايتات. واحد يمين، والله وضعي تعبان يا جماعه. والله ما يصير كلكم علي. 110 كيف الفايت هناك؟ تعرف تضبط؟ بسرعة مهارة، مهارة 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 مهارة. بيني بيني بيني. باقي آخر واحد، باقي آخر واحد، آخر واحد، آخر واحد. لا 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 لا. ليتس جو. ايه اوه وين كلر؟ يا سلام شوف روح اسوي المهارة. يا سلام اوه الحين انا اوريكم مهارات انا روحتي. اول شيء اسوي مهارة مالتهم. اوه 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 في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان إن جاب العيد. الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة. داهية عنهم كلهم. ولين يا جماعة الخير انكم صراحة المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا في التحدي. صراحة كان تحدي جدا رهيب، ويعني تسوي رياضة وانت تلعب يعني شباب، وانت تلعب مجاب للشاشة وتحرق شوي سعرات حرارية يعني. فأتمنى انكم استمتعتوا في التحدي. تويتر انستغرام سناب شات كلهم في الوصف، ونشوفكم فيديو ثاني. Peace.